مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في موعدنا اليومي ما وراء الحدث. نخصصه اليوم للدور الذي يلعبه المغرب في مواجهة الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي. يسعدنا كثيرا أن يكون معنا اليوم الدكتور عبد الرحمن مكاوي، وهو أستاذ جامعي وخبير في الشؤون الأمنية. كما يسعدنا كثيرا أن يكون معنا الدكتور محمد بودن المحلل السياسي. قبل أن نبدأ الحوار نتوقف عند هذا التقرير حول المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية لفائدة مصالح الاستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية يوم الفاتح من أبريل الجاري. معلومات دقيقة حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك في فرنسا. التقرير لكوثر حمود. بناء على معلومات دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لفائدة الاستخبارات الفرنسية، مصالح الأمن الفرنسية تجهد مشروع عمل إرهابي كبير كان يستهدف كنيسة في مدينة بيزيه جنوب فرنسا. بحسب تصريح للناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، فإن السلطات الفرنسية المختصة باشرت في ليلة 3 و4 من أبريل الجاري عمليات توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي. المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمصالح الأمنية الفرنسية المختصة شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلاً عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه بتنسيق مع عناصر في تنظيم داعش. ويتعلق الأمر بفرنسية تبلغ من العمر 18 سنة تتبنى أفكار التنظيم الإرهابي داعش. الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني كان قد صرح أنه في هذا الإطار فقد تم إخطار السلطات الفرنسية بوقت كاف بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل الكنيسة، فضلاً عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم. المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وضعت أيضاً رهن إشارة السلطات الفرنسية معلومات حول مستوى التطرف الذي بلغته السيدة التي كانت تحمل هذا المشروع الإرهابي، خصوصاً سعيها الوشيك لمحاكاة عمليات القتل والتمثيل بالجثث التي تتضمنها الأشرطة والمحتويات الرقمية التي ينشرها تنظيم داعش الإرهابي والتي كانت تواظب على مشاهدتها في أجهزتها الإلكترونية. تقديم هذه المعلومات للمصالح الأمنية الفرنسية يندرج في إطار انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، ويندرج أيضاً في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية ومصالح الاستخبارات الفرنسية في مجال مكافحة الخطر الإرهابي وتصاعد تهديدات التطرف العنيف الذي يستهدف أمن وسلامة مواطني كلا البلدين. أبدأ معكم دكتور عبد الرحمن مكاوي، مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن مرة أخرى المخابرات المغربية تساهم في تحييد خطر كان سيحدث مجزرة لا قدر الله، ما هي أهمية المعلومات التي قدمتها المخابرات المغربية؟ وليتك تحدثنا عن حجم هذه العملية، لو تمت فعلا ماذا كان سيكون مستوى خطورتها؟ أولا المخابرات المغربية أخبرت المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي والمديرية العامة للأمن الخارجي بهجوم وشيك على كنيسة في قلب مدينة بيزيه وقيام الفاعل أو الفاعلة بذبح المصلين، وذلك بمناسبة عيد الصبح أي لفيت دو باك. وهذه المعلومات كانت في وقت مناسب لتتمكن
المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي بتحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي الذي كان يستهدف هذه الكنيسة بمصليها، وذلك في يوم عيد ديني، وهذا على غرار ما فعله التونسي في مدينة نيس، وما فعله كذلك الجزائري في مدينة أخرى حيث ذبح بعض الرهبان في الكنيسة. ولهذا فالعملية كادت أن توشك ضحايا كثيرين أو كثر في هذه الكنيسة في مدينة بيزي جنوب فرنسا، ولهذا التدخل كان مناسبا، والمعلومات الدقيقة والعملية التي وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني يعني جعلت من الأجهزة الأمنية الفرنسية تتدخل وتجهد هذا المشروع الإرهابي في ظرف وجيز، وذلك في ليلة 3 إلى 4 من أبريل، أي قبل يومين من الآن. طيب أمر إلى الدكتور محمد بودن. نعرف أن عملية المتابعة لشخص واحد مشتبه تستغرق ساعات كاملة اليوم بأكمله، ويقال أن الأمر يتطلب تجنيد 12 شخصا. هنا نتساءل، هل يمكن متابعة المشتبهين فقط محليا، أم يتجه الوضع ربما الآن إلى أن تكون المتابعة دولية كذلك؟ أهلا وسهلا سيدتي العزيزة جوهرة، وتحية للضيوف، الضيف الكريم وكذلك المشاهدين الأفاضل. بالتأكيد أن العملية لا تتعلق بطبيعة الحال بمسألة تسليم معلومة فقط، وإنما في الواقع هي تنطلق من تدريب مكثفة، من عمليات استطلاعية، من تبادل المعلومات، من استخدام للتقنيات المبتكرة، من خبرة طبعا الأطر التي تشرف على هذه العملية، وأيضا من يعني قاعدة المعطيات. لا شك بأن المؤسسات الأمنية الوطنية تتوفر على أو تحتفظ بقائمة يعني كبيرة من الأشخاص والمنظمات سواء وطنيا أو دوليا، والتي طبعا حولها يعني مسائل يمكن القول تقييدية أو يعني حولها شبهات. وبالتالي يعني المؤسسات الأمنية المغربية يعني حقيقة اليوم تقوم بتسطير قصة نجاح أمام يعني أصعب تحديات، وهو يعني التهديد الإرهابي. وهنا في الواقع تبرز أهمية المعلومات يعني الدقيقة التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لفائدة دي جي سي او والدي جي سي اي الفرنسية. فهذه يعني المعلومات تعكس كفاءة وخبرة المؤسسات الأمنية الوطنية، ثم أنها يعني عندها دور حاسم في تجنيب فرنسا لحمام دم، بمعنى أنه الفترة ما بين فاتح أبريل و3 و4 أبريل ماشي فترة كبيرة، ماشي فترة طويلة، وبالتالي كان بالإمكان لو تأخرت هذه العملية كان بالإمكان حصول يعني مجزرة كما ذكرتم. ثم أن هذه العملية عندها دور حاسم كذلك في تجنيب التداعيات اللي ممكن تحصل ما بعد العملية الإرهابية إن حصلت لا قدر الله، لأنه لما تحصل العملية الإرهابية في دولة يعني أوروبية فبالتأكيد أن الجاليات العربية والمسلمة أكيد كتعاني حقيقة، وهذا أعتقد بأنه يعني خصنا ناخذوه بعين الاعتبار. ثم كذلك المغرب اليوم بهذه المعلومات فهو يقدم نفسه نموذج في المنطقة للدولة المسؤولة في محيطها الإقليمي والدولي، دولة اللي كتعمق أركان يعني السلم في العالم. والمساهمات أكيد هي إذا جينا نتكلم على كرونولوجيا يعني مساهمة المؤسسات الأمنية في طبعا تقديم معلومات، تفكيك شبكات إرهابية، في إحباط محاولات إرهابية ومشاريع إرهابية، تحييد مخاطر، أكيد بأنه في النقاش ممكن نذكر نماذج يعني مهمة في الإطار.
طيب أعود مرة أخرى إلى الدكتور مكاوي، كيف نفهم دكتور مكاوي اختراق المنظومات الأمنية؟ كيف يمكن أن نفهم عدم تمكن المخابرات المحلية، سواء كان الأمر في فرنسا في هذه الحالة، من قبل كانت فرنسا كذلك، في بلجيكا، في الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، كيف نفهم أن المنظومة الأمنية لم تتمكن من تتبع هؤلاء المشتبهين واحتاجت إلى معلومات من دولة خارجية لفعل ذلك؟ هل المشكل داخل هذه المنظومات الأمنية أم الأمر يتجاوزها؟ الأمر يتجاوزه، لأن يعني في علم الاستخبارات لكل جهاز أمني أو استخباراتي عقيدته وتاريخه واستراتيجيته وتكتيكه وإمكانياته البشرية والمادية، إضافة إلى انتشاراته الواسعة لو ديبلومون توتال. فالتغطية الأمنية والكفاءات البشرية والسيطرة على المعلومة، لأن كما قال الضيف الكريم المغرب يتوفر على بنك معلومات يتم تحديثه على مدار الساعة، وهذا التحديث يجعل أن المعلومات تصل تباعا ويتم استغلالها وتحليلها والتدقيق فيها، لأن المعلومة الاستخباراتية ينبغي أن تكون معلومة دقيقة وعملية، ولا ينبغي أن تكون معلومة وسط أو نسبية إلى غير ذلك. طيب كيف نفهم دكتور مكاوي إذا تفضلت توصل السلطات المغربية إلى هذه المعلومة في حين لم تتوصل إليها السلطات الفرنسية؟ نريد أن تفهمنا ما الأمر، كيف يحدث هذا؟ أولا، الوسائل التي يتوفر عليها الجهاز الأمني المغربي يعني متعددة، فمنها البشري ومنها الإلكتروني ومنها الانتشار الواسع ومنها يعني تواجده أولا في مسارح العمليات وكذلك ضمن الجالية المغربية، إضافة إلى فهناك التغطية الشاملة للعمل الاستخباراتي. فإضافة إلى السيطرة على التكنولوجيا المعلوماتية، فهناك انتشار بشري، عيون وآذان منتشرة في جميع أنحاء العالم وفي جميع مسارح العمليات. فلا يمكن لأي أحد منا أن يقول من أين جاءت هذه المعلومة للاستخبارات المغربية، لأن الأمر سري، وكما رأينا في بيان المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تتكلم عن عناصر من داعش، ولكن لا تتحدث عن مسارح العمليات، هل من الشرق الأوسط أو من دول الساحل أو من أفغانستان أو من أوروبا. فهناك العديد من النقاط التي تبقى سرية، لأن هذا العمل هو عمل سري، عمل ينبغي أن يكون متقونا، يكون مضبوطا، حتى لا تكون هناك ما يسمى بالدراباج، انزلاقات في التنفيذ، وهذا ما يجعل من قواتنا الأمنية أو من أجهزتنا الأمنية قوات استخباراتية فاعلة على الأرض في جميع دول العالم، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتوفر على إمكانيات بشرية ومالية ضخمة تقدر ب 350 مليار دولار في السنة و 300 ألف مجند للعمل في الاستخبارات الأمريكية. وبالتالي فخصوصيات العمل الاستخباراتي المغربي يرجع إلى العقيدة استخباراتية لهذه الأجهزة، يرجع إلى تاريخ هذه الأجهزة، يرجع كذلك إلى الإمكانيات البشرية والمادية، ويرجع إلى التغطية الشاملة للعمل الاستخباراتي في جميع الأماكن التي يمكن أن تنتج المعلومة الاستخباراتية الدقيقة، لأن المعلومة الاستخباراتية الدقيقة تتطلب عملا متواصلا ثابتا فقها وقضاء في جميع أنحاء المعمور.
طيب، نعرف أنه دكتور بودن أنه لا تنمية من دون استقرار. نحن نتحدث عن جهاز الاستخبارات، عن المديرية العامة للأمن الوطني، ونتحدث عنها في مربع الكبار، إنها اليوم تعطي معلومات تحمي هذه البلدان. حدث ذلك مع فرنسا اليوم، من قبل فرنسا كذلك في عدة مرات، مع بلجيكا، مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولا شك أن هناك معلومات لا تخرج للإعلام ولا نعرفها. هل يمكن لقطاع الاستخبارات أن يكون قاطرة للتنمية عندما يكون هكذا أخاذا، عندما يكون هذا مبادرا كذلك ويلعب كما قلت في ساحة الكبار اليوم؟ في الواقع هناك، يعني من خلال طبعا سؤالكم الوجيه، فبالتأكيد أن يعني هناك اليوم العالم ينظر بإعجاب كبير وتقدير كبير للمؤسسات الأمنية المغربية، والتي طبعا تتموقع في الطليعة، وهذا طبعا يعني بوجود أطر ومسؤولين أمنيين يعني لهم خلفية فكرية ومعرفية ومهنية عالية الكفاءة، وهناك فاعلية كبيرة، والمملكة المغربية اليوم هي المشارك البارز في يعني حفظ السلم والأمن في المنطقة، وعلى هذا الأساس حظيت باحتضان المكتب القاري، مكتب مكافحة الإرهاب على المستوى الإفريقي التابع للأمم المتحدة. وفي الواقع يعني المؤسسات الأمنية الوطنية أظهرت استجابة كبيرة وسريعة، لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى يعني الخارجي، في مواجهة التهديدات الإرهابية، في التصدي للأزمات، في ما يتعلق بأمن الحدود. ويعني يعني اليوم فالمؤسسات الأمنية تقوم بطبيعة الحال بمراقبة كل تهديد محتمل، وإن تحول هذا التهديد فعلا إلى مشروع تتدخل بسرعة وفعالية وبشكل استباقي، وتوفر للأشخاص المعرضين للخطر وللمؤسسات الحيوية وللمباني الحيوية مزيد من الأمن، مزيد من الحماية. وبالتالي فهذا ارتباط حقيقي فعلا بين التنمية والأمن، التنمية والأمن يعني مسألتين وثيقتين، بحيث أن الإرهاب والتطرف والجريمة يعني هي يعني مسائل تعرض التنمية للخطر وتهدد التنمية للخطر، وبالتالي لما تهدد العنصر البشري فبالتأكيد هي تهدد التنمية، وبالتالي فهذا التكامل هو تكامل حقيقي، والجانب الاستخباراتي هو يحمي في الحقيقة المكاسب الوطنية، ويحمي أيضا سمعة المغرب ويعززها. ويعني بالتالي ف هذا الدور الحاسم لا يمكن طبعا إلا يعني تعزيزه وتثمينه وتقديره. طيب، أعود إلى دكتور مكاوي، ويهمني أن أخذ رأيك في هذه النقطة. دكتور مكاوي، أكيد أن المعلومة الأمنية بما لها من وزن كبير في حماية المواطن والممتلكات ليست مجانية، كيف تساهم هذه المعلومة الأمنية في قاطرة التنمية؟ أولا، المعلومة الأمنية عندما يكون بلدا هناك بلد مستقر آمن فإنه يجلب الاستثمار. صحيح. وعندما يكون هناك الاستثمار يكون هناك الشغل، وعندما يكون هناك الشغل تكون هناك التنمية. وبالتالي فحتى في القرآن الكريم وآمنهم من خوف، يعني الأمن مرتبط بالخبز، أي عندما يكون مجتمع آمن مستقر فإنه يجلب الخير والاستثمار إلى هذا البلد، ويكون هناك الشغل، وتكون هناك تنمية، ويكون هناك تضامن بين الفئات الاجتماعية المختلفة. ولهذا فالأمن والتنمية كلاهما يعني مرتبطان لاستقرار بلد من البلدان، وهذا ما يحدث في المغرب نظراً لهذه الكفاءة التي يتمتع بها أو تتمتع بها الأجهزة الاستخباراتية المغربية، التي أصبحت فاعلا نشيطا
معترف به في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وكذلك في اتفاقيات الأمنية الثنائية ما بين المغرب والعديد من الدول الشقيقة والصديقة منها فرنسا. وأذكر أن المغرب لعب دورا كبيرا منذ الاستقلال في إجهاض العديد من العمليات الإجرامية، لأن التعاون الأمني المغربي الفرنسي لا يقتصر على الإرهاب، بل يهتم كذلك بالجريمة المنظمة وكذلك بتهريب الأسلحة والمخدرات. طيب، أعرف أن ذاكرتك قوية دكتور مكاوي، ليتك تعيدنا إلى أهم المشاركات التي البارزة والمعلومات التي قدمها المغرب خاصة في العشرين سنة الأخيرة، أو لنقل العشر سنوات الأخيرة. أهم عمليات تدخلت فيها السلطات الأمنية المغربية بما لها من نفوذ وسلطان، وجنبت الكثير من الكوارث في العديد من الدول. يعني هناك عملية في هولندا تم إجهاضها، وكانت تستهدف ضرب بعض البوارج السياحية في بلجيكا، في إسبانيا العديد من العمليات، في فرنسا، وحسب ما أعلنه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا تم إجهاض أكثر من 60 عملية منذ 2015 إلى الآن، ومنها بعض العمليات التي تدخلت فيها الأجهزة المغربية لمساعدة نظيرتها الفرنسية، سواء على مستوى الأمن الداخلي أو الأمن الخارجي. فإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك العديد، إذا قمنا بحوصلة للعمليات الكبيرة التي تم تحييدها وإجهاضها في العديد من الدول، وكان دور المغرب يعني كبيرا، فلا يمكن حصرها، لأن العديد من العمليات تبقى سرية ولا يعرف ولم تغطى من طرف وسائل الإعلام. على سبيل المثال، 60 عملية تم إجهاضها في فرنسا لم يعلن عنها إلا بعد تصريح وزير الداخلية جيرالد دارمانا في الشهرين الماضيين. طيب، أمر إلى الدكتور محمد بودن. المغرب يساعد الكثير من الدول، بالمقابل من هي الدول التي تساعد المغرب، وما طبيعة المعلومات التي تعطيها للأجهزة المغربية كذلك؟ في الواقع يعني بالإضافة إلى الكرونولوجيا التي طبعا جاءت على لسان الأستاذ الفاضل، فهناك طبعا في سنة 2004 المغرب وفر معلومات حددت يعني أماكن منفذي هجمات مدريد، وفي طبعا سنة 2008 يعني كانت معلومات حددت يعني طبعا عمل شبكة إرهابية في بلجيكا، وفي 2015 طبعا المغرب حدد كذلك يعني قائد يعني الهجمات التي وقعت على باريس، بالإضافة إلى عمليات أخرى تعلق كذلك بفرنسا. في 2020 كذلك في مسألة سيوداد ريال في إسبانيا، المملكة المغربية أيضا مدت إسبانيا بطبعا معلومات حول مشروع إرهابي وشيك، وأيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2020 المعلومات المقدمة بشأن طبعا أنشطة متطرفة لعسكري أمريكي. وطبعا هذا يعني غيض من فيض، أكيد من المساهمات كبيرة. أما فيما يتعلق ب طبعا المعلومات التي طبعا تم تقديمها من طرف مؤسسات أمنية أجنبية للمملكة المغربية في إطار آلية التعاون الدولي، وطبعا المغرب له إدراك كبير لأهمية التعاون الدولي، فمؤخرا في يعني عام يعني في تفكيك خلية بوجدة، فالولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال كانت قد قدمت معطيات بشأن طبعا الأنشطة المحتملة ل يعني عناصر إرهابية. ثم أيضا في هناك تعاون كذلك مع إسبانيا، مكن في السابق من تحييد خطر في الناظور،
وأيضا هناك طبعا تعاون مستمر مع طبعا يعني دول أوروبية أخرى، وهناك إشادة كذلك حتى من هولندا، فلما كانت هولندا تترأس إلى جانب المغرب المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، فأشاد وزير الخارجية الهولندي بالدور المغربي في يعني مكافحة الإرهاب. واليوم المغرب طبيعة الحال هو عضو نشط في التحالف الدولي ضد داعش، ومؤخرا انعقد اجتماع مصغر لهذا يعني التحالف، وكذلك المغرب اليوم يرأس إلى جانب كندا تحالف يعني المنتدى العالمي ضد داعش. وهناك آليات يعني أخرى يتعامل في إطارها المغرب كالمتابعات في إطار اليوروبول والأنتربول. طيب ناخذ رأي كذلك وإفادة الدكتور مكاوي. ما زلنا نسأل الدكتور مكاوي عن هذه الدول التي تساعد المغرب، تساعده في أي نوع من الجرائم، من الاستدلال على هذه الجرائم، وكيف يجري التنسيق بين هذه المخابرات الأمنية دكتور مكاوي؟ أولا لكل جهاز استخباراتي بنك للمعلومات، وهذا البنك للمعلومات يتم التبادل بينه وبين حلفائه، لأن تبادل المعطيات بين الحلفاء الذين يتمتعون بمصداقية، لأن هذا الشق، هذا الجانب هو جانب خطير ويكتسي السرية التامة والمصداقية. وبالتالي فالمغرب نظرا لهذه السمعة الطيبة التي حصل عليها في العالم وخاصة في ميدان أو مسارع العمليات سور لو تيران، فإن الدول الغربية خاصة يعني تثق في المعلومات التي يصل إليها والتحليلات التي يتم التوصل إليها، وبالتالي فالمعلومة الاستخباراتية مثلها مثل السلعة، فكل سلعة لها ثمنها، والتبادل بين الدول وبين الأجهزة الاستخباراتية يتم على هذا المنوال. فالثقة في التعامل كذلك الثقة في المعلومة الاستخباراتية، فالمغرب يتلقى معلومات استخباراتية ويعطي معلومات استخباراتية في نفس المستوى. ونسينا أن نذكر أن المغرب أعطى معلومة استخباراتية مهمة في دول الساحل، حيث تم القضاء من طرف القوات الفرنسية على أمير لداعش، وكان أصله كذلك مغربي، وكان يهدد قوات بارخان في الصحراء الكبرى وفي دول الساحل. ف التبادل المعلوماتي الاستخباراتي يقوم على دعائم الثقة، ويقوم على كذلك قيمة المعلومة، فلا يمكن أن نتبادل معلومات غير دقيقة أو نسبية، فهذا الميدان يتطلب الدقة في والعملية، ويتطلب كذلك الوضوح، وهو يعني في تبادل مستمر، لأن المخاطر تتطور والعالم يتطور مع تطور هذه المخاطر، ويتطور مع تطور كذلك الأعداء لداعش أو القاعدة، فهي كذلك تنظيمات إرهابية تطور من أساليبها. وبالتالي فالأجهزة المغربية تمكنت كذلك من التسابق وكذلك من التحول حول هذه المخاطر التي يقوم بنسجها زعماء الإرهاب في الكثير من المناطق العالمية.
طيب يقول الدكتور مكاوي دكتور بودن إن الإرهاب يتطور كذلك لأن المنظمات الأمنية كذلك تتطور، ولكن عندما نرى هذا التعاون الوثيق مع أجهزة مخابرات دولية، نحن نتحدث عن الدول الكبرى المعروفة بباع طويل وصيت دولي في هذه المعلومة، هذا يدل كذلك على حجم خطورة المنظمات الإرهابية وحجم التطور الذي تعرفه. هل لدينا معطيات كافية عن هذا الموضوع دكتور بودن؟ في الواقع المغرب يمثل حائط صد قوي ضد طبعا المشاريع طبعا مشاريع التطرف والإرهاب، وهذا طبعا يضع على عاتقه طبعا مسؤولية دولية أكبر من أجل طبعا مزيد من اليقظة والاستباق والاستشعار. واليوم طبعا قيمة المعلومة برزت في اليقظة تجاه توجهات إرهابية غير تقليدية، يعني تستقطب وتجنب النساء، بحيث أنه في الغالب نسمع عن يعني زعماء أو قيادات بين قوسين إرهابية من الذكور، واليوم فهذه الجماعات الإرهابية أصبحت يعني تضع النساء، ومثلا شابة يمكن طبعا أن يكون فهمها للدين غير صحيح، وكذلك فهمها مغلوط بشأن عدد من المفاهيم كالخلافة، وكذلك يعني الجهاد وما إلى ذلك. وأعتقد بأن هذا الشكل العنقودي للإرهاب فعلا اليوم يتطور. اليوم في إفريقيا مثلا لم يعد الإرهاب منتشرا فقط في الساحل والصحراء، اليوم تحول حتى للجنوب، جنوب القارة، في موزمبيق، في كابو ديلغادو، وهناك يعني احتلال لمدينة كاملة في موزمبيق، ثم أيضا في مناطق أخرى من القارة في الشرق وفي الوسط. وبالتالي يعني هذه الدول في الواقع تنظر للمغرب بتقدير كبير نظرا ل يعني الكفاءة التي يعني برزت في تدخلاته وفي تحييده للمخاطر، ويعني يبدو بأن كذلك المغرب يفهم كثيرا ويحلل يعني ما يدور في خط النار الذي يمتد كذلك من يعني آسيا إلى شمال إفريقيا. ويعني اليوم في تقديري على أن هذا التعاون الدولي سيستمر، والمملكة المغربية اليوم طبعا اليوم نتابع في الحقيقة، وهو مؤسف في الحقيقة، غياب التنسيق بين الجزائر ودول المنطقة في مسألة الإرهاب، رغم أن الجزائر في الاتحاد الإفريقي هي مكلفة بملف الإرهاب لكن لا تقوم ولا تحرك ساكنا في الإطار. طيب دكتور مكاوي، إن كانت الاستخبارات في دول تقف وراءها دول بعظمتها لها ميزانيات كما ذكرت كبيرة جدا، فمن يقف وراء هذه المنظمات الإرهابية التي تبقى عصية على الحل تماما؟ من يسهر على تكوينها وعلى تحديثها بهذا الشكل الذي يبقى مواجها لاستخبارات تابعة لدول كبرى؟ أولا الآن داعش حولت من أساليب تمويلها يعني عن طريق بنوك جديدة، عن طريق المخدرات، بيع المخدرات، عن طريق بيع الأسلحة، يعني أساليب متعددة، وانتقلت إلى ما يسمى بالجهاد الإلكتروني. طيب دكتور مكاوي، فقط لنوضح، نحن عندما نتحدث عن داعش نتحدث عن عالم افتراضي ينشطون فيه، ولكن نحن نتحدث عن أشخاص وليس أشباح، ألا نعرف شيئا عن مكان تواجدهم، كيف ينشطون، من يمولهم، كيف يتحركون، كيف يبقون كذلك مستمرين طول هذه السنوات رغم هذه الأجهزة المخابراتية العظيمة؟ يعني هناك خرائط عند الكثير من أجهزة الاستخبارات العالمية وخاصة الأمريكية والأوروبية وحتى
إفريقيا بما فيها المغرب، يعني المسارح العمليات لتياتر دوبيراسيون التي ينشط فيها الإرهابيون ووسائل تمويلهم ومن يمولهم ومن يقف وراءهم، وكذلك أساليبهم التي تحولت وكما قلنا تتطور ويعني بسرعة فائقة ينبغي رصدها. وهذا الآن نحن أمام جيل جديد يتم يعني توظيفه عن طريق الإنترنت، والإنترنت هناك عدة بوابات يعني غير خاضعة للقانون، ومنها تتسرب هذه التنظيمات الإرهابية. وبالتالي هناك دراسات قامت بها منظمة الأزمات والتي حذرت الدول الأوروبية منذ بدء الجائحة على أن كل استرخاء أمني الرولاشمون سيكوريتار قد يجلب الويلات على أوروبا، ومن بينها ألمانيا وفرنسا وكذلك إسبانيا. وبالتالي فهناك تنبيهات، وينبغي الإشارة إلى أن داعش والقاعدة ضاعفت من عملياتها سواء في دول الساحل، وهذا في تقرير رسمي للاستخبارات الإسبانية، وكذلك في الشرق الأوسط نرى أن داعش تعود إلى الحياة بفعل فاعل، فهناك الكثير من الشبكات المنتمية لهذا التنظيم بدأت تنشط في شمال سوريا وفي بعض الأماكن بالعراق وكذلك في أفغانستان. ولهذا فهناك تعقيدات كبيرة في رصد التمويلات، وخاصة أن هذه التنظيمات تلجأ إلى المتاجرة في الممنوعات، وهذه المتاجرة في الممنوعات تعطيها إمكانيات مالية ضخمة، وخاصة في الشرق الأوسط وأفغانستان وفي الصومال وفي دول الساحل. ففي دول الساحل الآن نرى أن داعش أو القاعدة لاكمي همها الوحيد هو البحث عن الذهب في شمال مالي وجنوب الجزائر، وليس الإرهاب وما يسمى بالفوجهاديزم، أي جمع الذهب وبيعه في الأسواق السوداء في شمال نيجيريا. وبالتالي فداعش تتأقلم والظروف، فإذا كانت هناك حرب مالية أعلنت لتجفيف المنابع المالية للإرهاب، فداعش وأخواتها استطاعت أن تجد منابع أخرى، وخاصة في المتاجرة بالممنوعات وفي المتاجرة في الذهب وفي المعادن النفيسة سواء في ليبيا أو في الساحل أو في سوريا أو في العراق. طيب هذه الاختراقات الأمنية دكتور بودن توحي بأن المقاربات الأمنية ربما ينقصها الشيء الكثير، لماذا لم تعمم المقاربة الشاملة التي تجمع بين التعليم والحقل الديني والتنمية ومحاربة الفقر، رغم أن الحل بين لا يحتاج في الحقيقة إلى نباغة أو فزلكة لكي نصل إليها؟ صحيح، يعني المقاربة الشاملة هي يعني الواقع هي التي يمكنها أن يعني تعمل على الحد من يعني تدفق الخطر الإرهابي. ولذلك فالمغرب اليوم يمثل في الحقيقة باستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، الحقيقة نموذج، وهذا النموذج جنب المغرب وجنب المصالح الحيوية للبلاد وكذلك الساكنة الكثير من الأضرار التي كانت في أكثر من مرة وشيكت الوقوع. فهناك بالفعل تدابير أمنية مبنية على الاستباق واليقظة وكذلك معالجة الأسباب المؤدية لهذا يعني السلوك، وأيضا تعرض الجمهور للأطروحات أو الروايات الإرهابية على المستوى الرقمي وعلى المستوى الإلكتروني. وهناك الكثير من البرامج، أعتقد بأنه في بعض التجارب التي تعاني
من ضعف الاستقرار أكيد، فهي في الحقيقة مستنبط حقيقي للفكر الإرهابي، وتتوجه إليها طبعا الموارد البشرية التي يتم استغلالها في الإرهاب، وأيضا يتم الحصول على تمويل الأنشطة الإرهابية من تلك يعني الأماكن الهشة أمنيا، وهذا واضح في الساحل والصحراء مثلا في بوركينا فاسو في مالي، وكذلك في حوض تشاد وفي نيجر. فيعني أعتقد بأنه اليوم يجب في الحقيقة القيام بعمل كبير من طرف يعني عدد من الأطراف فيما يتعلق بتهميش وجهات النظر التي طبعا يعني تكون متطرفة، وأيضا لابد من تطوير بيئة يعني فيما يتعلق بالصحة النفسية والعقلية، وأيضا تصحيح الفهم الخاطئ للدين في شتى المواضيع، في كما قلت في الخلافة، في الجهاد، فيما يتعلق بالحوريات، بالجنة، بالموت وما إلى ذلك. كل هذه المعطيات في الحقيقة، والاحتفال كذلك بالإرهاب ورموز الإرهابية، كل هذه معطيات أكيد بأنه في بعض التجارب خاصة في القرن الإفريقية وفي الشرق الأوسط في المناطق الساخنة أعتقد يجب العمل بشكل كبير على هذا المستوى. طيب دكتور مكاوي، اليوم تحدثنا عن هذه الخلية الإرهابية، عن فتاة في 18 من العمر، تحدثنا وكنت معنا في مختلف المنابر عندما نتحدث عن تفكيك الخلايا الإرهابية، وكل مرة نتحدث عن شباب في عمر الزهور. مع كل ما تحمله هذه الخلايا من خطر محدق، ولكن بالمقابل يتعلق بشباب ستضيع حيواتهم داخل السجون، لماذا لم ننجح الدكتور مكاوي في تجنيب هؤلاء الغرق في مستنقعات الإرهاب؟ لماذا لم ننجح في حمايتهم من التغرير بهم؟ أين نتعثر؟ أين المشكل دكتور مكاوي؟ أعتقد أن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الدولة في المغرب على سبيل المثال يعني أعطت نتائجها على مستوى السجون، نعم، الذي يبقى وكرا خطيرا في تجنيد الإرهابيين. ولكن في المغرب استطاعت الدولة تقليص هذا الخطر، وهنا إن كنت تحدث في السجون دكتور مكاوي أتفهم تماما الأمر، ولكن مرات نتحدث عن شباب لم يكونوا من خريجي، لم يكونوا ذوي سوابق قضائية، نتحدث مرات عن شباب تلقوا نصيبا من العلم، عن شباب لا يأتون بالضرورة من مناطق فقيرة، رغم أن الفقر كذلك يتسبب في العديد من المعضلات. هل يمكن أن نصل إلى فترة دكتور مكاوي، وكيف نصل إلى هذه الفترة عندما نستطيع أن نحمي فعلا الشباب من التغرير بهم من الإرهاب، من يزجوا بأنفسهم في طرق لا تؤدي إلى الهلاك؟ أولا، محاولة تكسير الإرهاب والمشروع الإرهابي لا يتم عن طريق الإجراءات الأمنية، فالصراع هو صراع على مستوى فكر، على مستوى فكرة لتجنيب شبابنا الذي يعيش البعض منه التهميش وكذلك المشاكل في أحزمة الفقر إلى غير ذلك. الدولة قامت في إطار التنمية البشرية بإعطاء دفع كبير لإشراك الشباب في التنمية البشرية، كذلك في التعليم هناك التحسيس بخطورة الإرهاب في المدارس وفي الثانويات وفي الكليات. هل يمكن دكتور مكاوي، هل ترى أنه من الحكمة أن نراجع المناهج التربوية، أن نحمي الشباب من الطفولة اليافعة؟ يعني ضرورة، لأن لا يوجد أي بلد فيه منأى عن الإرهاب. صحيح. والخطر صفر، لا يوجد، لو دونجي زيرو نيكزيست با.
يعني يعني كل العالم يتوقع عمليات إرهابية، وهذه العمليات الإرهابية لها أسباب، لأن كل شخص ينزلق إلى الإرهاب له أسبابه الشخصية المنفردة، فليست ظاهرة جماعية. وبالتالي فهناك مجهودات كبيرة تقوم بها الدولة، سواء على مستوى التربية، سواء المناهج التعليمية التي ينبغي وأؤكد مراجعتها، لأن الكثير منها يعني لا يخدم هذه الحرب التي تقوم بها الدولة في مواجهة الإرهاب، سواء في المغرب أو في دول أخرى. وبالتالي فالخطر صفر، لا يوجد أي بلد في منأى عن الإرهاب، وبالتالي الحرب تكون حرب شاملة على مستوى الوقاية وعلى مستوى المواجهة. فنحن الآن وفي هذه الحصة تحدثنا عن المواجهة، أما الوقاية فلها عدة سبل لمحاربة واجتثاث الإرهاب الذي يبقى صراعا وجوديا ضد فكرة عدمية، نعم، التي تنبت في المناهج التعليمية وفي بعض المساجد مع الأسف. طيب، ودور الأسرة كذلك دكتور بودن، دور الأسرة في حماية أولادها من الانزلاق في هذا المستنقع الذي لا يمكن إلا أن يكون كريها؟ في الواقع دور الأسرة حيوي وحيوي، نعم، جدا، وخاصة في الأوساط الهشة والفقيرة، وطبعا يعني كذلك فيما يتعلق بتعزيز كذلك الفهم الصحيح للدين، وأيضا الاستفادة من هذا الشعور الجماعي بالأمن في ظل تدخلات فعالة وناجعة لأجهزة الأمن. وأعتقد بأنه يعني الأمن الجماعي لا يمكن أن يتحقق وهو سيكون يوتوبيا، ولذلك فاليوم مع هذه الجائحة كذلك فقد أضافت عنصرا آخر لتحركات المشاريع الإرهابية، والتي طبيعة الحال يتم التعامل معها بشكل فعال ودقيق على المستوى الوطني. أعتقد بأن الأسرة هي البنية أو النواة الصلبة يعني حدوث يعني الخطوة الأولى في التفكير السليم والصحيح، ولذلك فأعتقد بأن من الأسرة إلى المدرسة إلى طبعا يعني وسائل أخرى، فأعتقد بأن هذه هي الوسائط الحقيقية لميلاد فكر يعني معتدل ومتوازن وسليم. طيب، أعود إلى الدكتور المكاوي لأختم معه. نجاح المقاربة كذلك للسباقية دكتور عبد الرحمن مكاوي أثبت نجاحته هنا في المغرب وفي الخارج، كيف ننجح دائما في أن تكون لنا هذا البعد الاستباقي؟ يعني كما قلنا أن هذا البعد الاستباقي، وأعود للسؤال السابق حول عندما قصدت بالمساجد أقصد بمساجد الضرار التي نص عليها القرآن الكريم، ونحن على أبواب شهر رمضان. ففي أوروبا مثلا تظهر الكثير من مساجد الضرار التي نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم ونصحنا الله سبحانه وتعالى بمحاربتها وتفكيكها. فمساجد الضرار هي التي منبع الكثير من التطرف الديني وسوء فهم للدين. أما فيما يخص يعني سر أو المفاتيح السرية التي تقوم عليها الاستخبارات المغربية واستراتيجيتها، تعود دائما إلى فلسفتها وعقيدتها وتاريخها. فهذه الأجهزة لها تاريخ، الأخت جوهرة، لها إمكانيات بشرية شابة جبارة تمكنت من السيطرة على التكنولوجيا، وهذا باعتراف الأمريكان وباعتراف الأوروبيين، وكذلك لهم الشجاعة على الاندفاع والتغطية الأمنية لجميع مسارح العمليات وكذلك بؤر التي هي مشتل للإرهاب. وهذه المشاتل وهذه البؤر
كثيرة سواء في الداخل أو في الخارج يتم استغلالها من طرف أمراء السوء وأمراء الكراهية. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن مكاوي على كل ما تفضلت به. الشكر موصول كذلك لضيفنا الدكتور محمد بودن. شكرا لكم مشاهدينا على الوفاء والمتابعة، نلقاكم بخير بإذن الله.